السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أعزائي المشاهدين؟ إن شاء الله في أحسن حال، جمعة طيبة إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم معنا درس جديد وفكرة بسيطة، وهي هذه القطعة. طبعا زي ما تلاحظون هذه حجمها 600 وات 25 أمبير. طبعا نقدر نشق من الشمس رأسا على القطعة على الانفرتر. طبعا زي ما تلاحظون شغال الآن من القطعة رأسا. طبعا هذه القطعة 600 وات 25 أمبير، بعكس هذه القطعة القديمة زي ما نزلنا الفيديو. طبعا هذه 300 وات 9 أمبير، يعني بمعنى آخر هذا الأمبير حقها قليل بس الوات كثير، بينما هذه الأمبير يعتبر لا بأس به 25 بس الوات كثير 600. يعني نقدر نستفيد من هذه القطعة 3 ألواح أبو 150 نسويها على التوالي. ركز معي، نسويها على التوالي، يعني الزايد مع الناقص والناقص مع الزايد والعكس هكذا لين يخرج لنا الزايد والناقص، تصبح معنا 3 ألواح أبو 150 وات، تصبح معنا 450 وات. نقدر نشق له يعني 450 وات 400 وات، هذه طبعا 600 وات. الأمبير طبعا 25 أمبير، بينما إذا سوينا القطعة على التوازي، بينما إذا سويناها على التوازي زي ما قلنا، إذا سويناها على التوازي 3 ألواح أبو 150 وات بيحترق الجهاز هذا، لأن الأمبير قليل 25 بينما الوات كبير 600 وات. فاحنا نستفيد من الوات حق هذا في التشغيل، مثل الثلاجة، مثل التلفزيون، إلى آخر. طبعا طبعا هذه زي ما تلاحظون السلكين جاية، طبعا أنا سويت لها قاطع نشقها ونطفي من هنا، رايحة زي ما تلاحظون إلى الدخول الإن، طبعا الزايد وضع مسجل في الزايد زي ما تلاحظون، الناقص مكان الناقص، تمام. والخرج هذا هو الويت، الخروج الزايد مع الزايد والناقص مع الناقص. طبعا انا سويت مروحة، طبعا الجهاز له مروحة زي ما تلاحظون، هذا هي المروحة حقه، شغالة مجرد ما يشتغل على طول تشتغل، بس انا سويت مروحة اضافية لتبريد القطع اللي هنا، الترانزستور والمكثف والقطع الاخرى طبعا الحساسة. فالان نفحص الدخل والخروج نشوف حق اللوح كم. طبعا هذا جهاز كلام ميتر، هذا الاي سي نربطه على الدي سي نتاكد الان. زي ما تلاحظون 18 فولت فاصل 53، طبعا احنا نفحصه زي ما تلاحظ 18 فولت فاصل 53. الان نفحص الخرج، ضغطنا على الخرج نفحص نشوف كم. زي ما تلاحظ 12 فولت فاصل 85، طبعا احنا نخليه 12 فولت فاصل 85 90 70 عادي، لا يتجاوز 13 فولت حفاظا على سلامة الانفرتر لا يحرق. طبعا الانفرتر هذا 600 وات 600 وات 12 فولت زي ما تلاحظ 12 فولت 600 وات تايوان، طبعا نوعية ممتازة، طبعا الموجة مربعة زي ما تلاحظ اشتغل طبيعي الانفرتر ما في أي مشاكل. 230 فولت، تمام. الآن اللهم صل وسلم على رسول الله، نختبر الأحمال طبعا اللي هي الشاشة ومعنا هذا الميل اللمبة، نختبر الحاجات الأساسية. طبعا الألواح الشمسية مع الأسف معي ضعيفة، يعني حدود 70 وات 65 وات ما تزيد حولها يعني. فلو معك ألواح زي ما قلنا 3 ألواح 150 وات تخليها على التوالي، على التوالي يعني الزايد مع الناقص والعكس كذلك، تخليها معك يعني ما يكون الزايد مع الزايد والناقص مع الناقص، لا بيحترق القطعة. خليها انت يعني مثلا اثنين الواح معك، اذا كان اثنين الواح طاقة شمسية خلي الزايد مع الناقص والناقص مع الزايد العكس، تركبه هنا بيشتغل معك طبيعي بدون اي مشاكل. طبعا جهد القطعة نسيت ما اذكركم، هي طبعا الدخول 12 فولت، الدخول لكي يشتغل 12 فولت الى 72 فولت، بينما اتحكم بها طبعا، طبعا هنا نقدر نتحكم بالفولت، نزود نقص من هذه القطعة الصغيرة،
التحكم من 50 فولت الى 2 فولت او 2 فولت الى 50 فولت. بنوريكم طبعا نتحكم بها، نعطيكم معلومه بسيطه على عند غير. طبعا نفتح زي ما تلاحظوا الانشغال، نفتح الانفرتر، السلك حفاظا على سلامته عشان ما يحترق، لاني بزود القطع انا اقدر نزودها الى 13 فولت او 14 فولت. حبيت اوصل لكم يعلم الله الفكره تفهموا يعني كيف الفولت تزودها وتنقصها. هذا قلنا الاسلاك من الطاقه الشمسيه، مثلا هنا 18 فولت نبغى ننقصها الى 10 فولت الى 11 فولت الى 12 فولت الى 13، يعني كلها من الصغيره هذه القطعه تتحكم بها الفيوز حقه. الان نفصل حفاظا على سلامه الانفرتر، نفصل واحد من الاسلاك ثم نعود. طبعا هذا السلك فصلناه زي ما تلاحظون على الانفرتر، نحطه بعيد هنا عشان ما يضيع المسمار. زي ما تلاحظون اشتغل طفي، لا يوجد اي شيء. الان نوريكم كيف نزود الفولت ونقص. طبعا الان في غيوم، حاليا في غيوم، الاجواء عندنا في غيوم كذا شويه، فضعف الوات شيء اكيد بيضعف. فنشوف الفولت، نلاحظ الخرق 12 فولت فاصل، طبعا يزيد يضعف يزيد يضعف بسبب السلك مش مثبت. ثبتناه الان زي ما تلاحظ، السالب مع السالب والموجب مع الموجب. الان كم الخرج؟ الخرج من القطعه اللي خارج 12.85. نجيب ديسمين صغير مربع زي ما تلاحظون، صغير يعني. شغلنا اللمبه عشان نشوف واضح. اللهم صل وسلم على رسول الله. قلنا الان نشوف نتحكم فيها. طبعا بسم الله زي ما تلاحظ، مجرد ما نزود شوف كيف نغص، لاحظ الفولت كيف نغص. هذا اذا تبغى تنقص بهذه الطريقة، في حال تبغى تزود تستمر كذا بالطريقة هذه لليمين، لليمين يزيد معك، بينما لليسار ينقص الفولت. الان يزيد، لاحظ كيف يزيد الفولت، لاحظ معي عزيزي المشاهد. بس كذا هو الفولت الصح، 12 فولت فاصل 84 يكون سليم عشان ما يحرق الانفرتر. طبعا الان هذا الشكل الصح. الان نرجع كل شيء، يعلم الله حبيت اوريكم كيف تزود الفولتيه، تعلم يعني كيف تزود تنقص من عندك تتحكم بها. الان نرجع كل شيء زي ما كان هنا ثم نعود. رجعنا الانفرتر طبعا زي ما تلاحظون. طبعا لا انصح اي شخص يحط الانفرتر على البطاريات، انا يعلم الله للتجربه بس فقط، حتى هذه الحاجات اللي تشوفها كامل للتجارب، يعلم الله حب للناس والخير وللتعليم لا اكثر. الافضل انك تسويه هنا، تحطه في جدار، والبطاريه طبعا الملاحظ الثاني تحط في فراغ، ما تحطه فوق الانفرتر فوق البطاريه خطا، لان اذا التمس الارت والنار في المعدن بيحرق عليك لو سمح الله البطاريات والانفرتر، وبيسبب لك حريق في البيت. فانتبه يعني هذه الحاجات لا تستهين بها لانها مهمه جدا. الان طبعا اللهم صل وسلم على رسول الله، شبكناه، نجرب بسم الله، اشتغل طبيعي. طبعا هذه توصيله الكهرباء زي ما تلاحظ خارجه من الانفرتر. الان نختبر الشاشه نشوف هل يقدر ما يقدر بالقطعه الجديده. هذا شبكناه طبعا زي ما تلاحظون. اللمبه طبعا اشتغلت، الشاشه هذا يونكس نوعيه ممتازه، يونكس بسم الله. شغل نشوف بسم الله، هذه اشتغلت ما شاء الله تبارك الله. هذه عندك، نقرب برضه نشوف شوف نشغل نتأكد تمام طبيعي ما شاء الله، اشتغل طبيعي. طبعا الان زي ما قلنا من الالواح الشمسيه راسا الى القطع، القطع يحول لك الى 12 فولت فاصل 80، جايه الى فين؟ الانفرتر، والانفرتر يخرج لك الكهرباء 230 الى التلفزيون راسا مباشره. طبعا ما شاء الله تبارك الله تجربه حلوه يعني جميله جدا. طبعا نحاول الان نشغل اللمبه الميل. طبعا زي ما قلنا الالواح ضعيفه معي، 70 وات حول 70 وات كذا،
واللمبة هذه 20 وات، الميل الواحد 20 وات، يعني 42 وات، وهنا 60 وات. هذه الشاشة طبعا نوع الحديث 60 وات لا تسحب بعكس القديم. بسم الله نشوف. لاحظ ما شاء الله تبارك الله اشتغل بس فصل اللمبة. ايش السبب هذه طلعت؟ يعني في حمل، في حمل او ان الالواح ضعيفة، واحد من الاثنين، يا حمل زايد على الانفرتر او ان الالواح ضعيفة. فاكيد 100% الالواح ضعيفة يعني على الطاقة الشمسية. بينما اذا لو شغلناها الان زي تلاحظ بسم الله بيشتغل طبيعي اللمبة معك بدون اي مشاكل، طبيعي يشتغل، لاحظ يشتغل طبيعي. بينما نشغل اللمبة والتلفزيون يطفى، فشيء اكيد ان الالواح الشمسية ضعيفة، ما غطت السحبية حق الشاشة واللمبة الميل، يعني لازم تكون وات عالي علشان يشغلنا هذا بالراحة. نجرب نفصل واحد من الميلة بس ما يشتغل تقريبا، لازم كامل يشتغل. زي ما تلاحظون طبعا للأسف حاولت يفصل هذا الحالة بس ما رضي إلا يشتغل كامل. طبعا كل لمبة 20 وات 20 وات 20 وات 40 وات، اشتغل طبيعي زي ما تلاحظون اللمبة على الانفرتر. يعني بمعنى آخر، زود الوات كثير بيشتغل معاك ثلاجة، بيشتغل تلفزيون، بيشتغل لمبة، شيء طبيعي على حسب الوات. تعطي وات أقل ويشتغل معك على قد الشيء اللي يعطيه، سواء كان اللي يسحبها، يعني سواء كان التلفزيون هذا 60 وات، اللمبة 40 وات، لأن زي ما قلت لكم اللوح اللي معي 70 وات والشاشة 60 وات واللمبة 40 وات، كم صارن 100، وهناك يعطينا في الألواح الشمسية 70، فشيء أكيد إنه ما بيشتغل، بيكون عجز فيها. بينما إذا فصلنا اللمبة وشغلنا التلفزيون، لاحظ كيف اشتغل طبيعي بدون اي مشاكل، طبيعي جدا ما في اي شيء يعني قدامك. هذا يصلح الاشخاص اللي يحتاجوا الصباح، اللي يقولوا اللي يحتاج اشغل على الصباح عليك وعلى هذه القطعة، طبعا هي الافضل تشتغل معك طبيعي. تمام، هذه تشتغل معك في القطعة. طبعا تحتاج تشغل عليها ثلاجة مثلا في النهار، تحتاج تشغل شاشة، لمبة، إنارة، أي شيء اللي تبغاه بيشتغل معك طبيعي. طبعا طبعا هذا الانفرتر زي ما تلاحظون طبيعي شغال. هنا اللمبة، هذه اللمبة طبعا في حالتين، يا أما حمل زايد أو أن الألواح ضعيفة أو البطارية ضعيفة، تطلع لك التحذيرية. هذه طبعا القطعة زي ما تلاحظون، المروحة طبعا شغالة دايركت، وأنا سويت لها واحدة دايركت كبيرة حفاظا على سلامة القطع. زي ما تلاحظون في برود، يعني ان شاء الله ان الفكرة وصلتكم وعجبتكم. واي استفسار، اي سؤال، اي شيء، لا تخجلوا ولا اي حاجة، اعطونا في التعليقات اي سؤال اي شيء، ان شاء الله نجاوبكم بما تعلمناه ودرسناه ان شاء الله. طفي التلفزيون. طبعا شبكنا حق النامس، حق الحاس هذا زي ما تلاحظون مع اللمبة طبيعي يشتغل ما في أي مشاكل. نفس الكلام برضو ده يعتبر، يعني على حسب الوات معك، تركب 150 وات، تركب 300 وات، على حسب القطعة اللي تسحب، سواء ثلاجة 60 وات، شاشة 60 وات، أو الثلاجة 70 وات، 75 وات الصغيرة، بينما الكبيرة تسحب 120 وات. فإذا معك ثلاجة تحتاج تشغل عليها، أنا أنصحك في لوحين طبعا 150 وات بيشغلها بالراحة إن شاء الله، أو لوحين أبو 200 وات، 200 وات و200 وات، تخليها على التوالي، يركز على التوالي، يعني زايد مع الناقص تعكسها وتركبها رأسا في القطعة هذه. بحط لكم الرابط حقها في الوصف، تشتروها على طول. طبعا يعلم الله ما أنا أسوق لأي منتج ولا أي شيء، بس يعلم الله للخير، يعني هذا الفيديو يعني نكسب أجر لنا وللجميع إن شاء الله. شبكة من الدخل هنا والخرج معاك زي ما قلنا تتحكم به من 2 فولت الى اللهم صل وسلم على رسول الله الى 50، بينما الدخل تدخل الالواح من 12 فولت الى 72 الدخول، والقطعه 600 وات اللهم صل وسلم على رسول الله 25 امبير زي ما تلاحظ فيها مروحه.
هنا مروحة برضو. طبيعي طبعا شقها زي ما تلاحظون، في حال طفينا يطفى طبيعي، طفي طبيعي زي ما تلاحظ، في حال انشغل يشتغل معاك طبيعي هذا ان شاء الله. قدامكم مباشرة من الالواح الشمسية، في الايام المقبلة ان شاء الله بنجيب الواح كبيرة معنا وبنقرب لكم على الثلاجة رأسا، يعلم الله بدنا نجربها، بس الالواح معي ضعيفة، 70 واط ما تكفي، الثلاجة تحتاج الى 120 واط. بنجيب ان شاء الله لوح كبير ونشبكها ونجرب ونشارككم التجربة وكل شيء، ومن ضمنها تستفيدوا وتتعلموا ومشاركة ونكسب اجر ان شاء الله. ان شاء الله قريبا نجيب الالواح ومن ضمنها غدنا يعني نجرب ان شاء الله. طفينا اللمبة، شغلنا التلفزيون طبعا، زي ما قلنا ان شاء الله في الايام القادمة بنجيب الواح اكبر وتجارب اكثر على الثلاجة نجربها معاكم. يعلم الله انا حبيت اشارككم هذه التجربة، وانت وشطارتك غدك تجيب الواح 3 الواح تجربها تشتغل معك طبيعي ان شاء الله، للثلاجة للشاشة معك الاطفال يشاهدون او لك شخصيا، امورك طيبة ان شاء الله. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة والتعليقات ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.